طيب خلونا ناخد على التليفون ضيفنا العزيز عبر الهاتف دكتور حامد فارس، خبير الشؤون العربية والمستشار السابق بجامعة الدول العربية. أهلا أهلا يا دكتور. سعيد بيك، سعيد بحضرتك طبعا نسيت بيه، وأكون مبسوط أنا مع حضرتك. يا رب يخليك يا رب. أنا كنت بتكلم النهاردة على لقاء فخامة الرئيس مع ملك عبد الله ملك الأردن ومباحثاتهم حول مستقبل القضية العربية الفلسطينية، وأنا حتى حطيت طرح، قلت يا ترى احنا هنعمل إيه لو حصل وفاز دونالد ترامب، وده في احتمال، وهناك احتمال اكبر في انه رون دي سانتس حاكم فلوريدا ان دخل الانتخابات بشكل رسمي، ففرص فوزه حتى تتخطى فرص فوز دونالد ترامب، وهو ايضا لديه تشدداته القصوى فيما يتعلق بقضية العربية فلسطين اسرائيل. طبعا يعني هي قمة استثنائية بتنعقد في ظروف صعبة بيمر بها العالم أجمع والمنطقة العربية والقضية الفلسطينية على وجه التحديد، على اعتبار أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للدولة المصرية والأردنية باعتبارهم هم الدعائم الرئيسية للدولة الفلسطينية ومحاولة إقامتها على واقع الأرض اتفاقا واتفاقا مع مبادئ الشرعية الدولية، واتفاقا واتفاقا مع مبادرة السلام العربية التي تم إقرارها في بيروت في العام 2002. بالفعل هناك متغيرات على واقع الأرض تهدد القضية الفلسطينية. كانت هذه المتغيرات يعني منذ مجيء دونالد ترامب في رئاسة الرئيس الأمريكي الأسبق لرئاسة أمريكا، كان هناك متغيرا نوعيا حدث وأحدث زلزالة للقضية الفلسطينية، على اعتبار أنه اعترف بأن القدس هي عاصمة إسرائيل وقام بإغلاق السفارة الأمريكية في القدس، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس على اعتبار أنها أصبحت يعني لا وجود، وهذا ينسف مبدأ حل الدولتين. هناك متغير آخر سيزيد الموقف يعني صعوبة وتشددا في الفترة القادمة، على اعتبار أنه أولا هناك متغير نوعي وهو فوز الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، وأيضا كما أشرت طرحك الجيد جدا يا أستاذ يوسف، وهو إذا يعني أتى سانتوس إلى كمرشح رئيسي في الانتخابات الأمريكية عن الحزب الجمهوري، وبالتالي نجاحه سيزيد الموقف تعقيدا في ظل تشدده الشديد حول مبدأ حل الدولتين، هو لا يعترف بهذا المبدأ. صحيح. وفي ظل يعني الحكومة الإسرائيلية الأكثر تشددا الآن بوجود بن غفير يعني مديرا للأمن القومي في حقيبة الأمن القومي الإسرائيلي وسموتريتش، وهذا يؤكد على أن هناك متغيرات كثيرة تحتاج إلى أن يكون هناك موقفا عربيا موحدا. الرؤية المصرية دائما وأبدا هي رؤية استباقية، يعني تعلم ما سيدور على واقع الأرض في الفترات القادمة، وبالتالي هي تتحرك في نظرة إيجابية للعمل على أن يكون هناك موقفا عربيا موحدا. الدولة المصرية دعمت القضية الفلسطينية بشكل كبير في الفترات السابقة، يعني احنا منذ تولي الرئيس السيسي سدة الحكم في العام 2014 كانت أول كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر عام 2014، وأشار بشكل واضح الرئيس السيسي إلى محورية القضية الفلسطينية باعتبارها هي القضية المركزية للدولة المصرية ولابد من العمل على حلها. وأيضا شهدت غزة ثلاثة اعتداءات نجحت الدولة المصرية يعني بشكل قاطع إلى وقف إطلاق النار، ولم تكتفي حتى الدولة المصرية في ذلك بل عملت وسعت إلى تثبيته، وأيضا الانتقال إلى عملية يعني عملية إعادة إعمار غزة ومنحة 500 مليون دولار، ويعني إرسال الكثير والكثير من الأدوية والسلع الغذائية إلى قطاع غزة، وهو ما انعكس بشكل كبير على أن يعني الشعب الفلسطيني يعني يكن بالاحترام والتقدير الكبير للقيادة السياسية المصرية. وشاهدنا صور الرئيس السيسي لأول مرة ترفع في قطاع غزة وعلى اللوحات في دلالة واضحة على حب الشعب الفلسطيني للقيادة السياسية المصرية. وأيضا القيادة الأردنية باعتبارها هي الولاية على المقدسات الإسلامية تخضع لها، وبالتالي هم الدولتين اللذان يعني يقومان بمجهود جبار للعمل وبكل قوة على جعل القضية الفلسطينية تتصدر صدة المشهد العربي والدولي مرة أخرى. طب دكتور حامد، ده هيخليني برضو أفكر مع حضرتك بصوت عالي، الموقف العربي هل من الممكن أن يتخلق
يتخلى عن تبايناته فيما يتعلق بالقضية في ظل ان احنا في عندنا تهديد بتاع الحكومة الجديدة اللي بتتولى داخل تل أبيب، ولدينا احتمالات وصول رون دي سانتس للبيت الأبيض وما إلى ذلك. نعلم انه كما نقرأ أيضا حتى في الصحف الغربية هناك شد وجذب ما بين الرياض وما بين واشنطن على خلفية أوبك بلس وعلى خلفية أسعار البترول. هل تعتقد أنه العرب الآن بصدد التخلي عن التباينات للوقوف موقف مش هسميه أكثر شدة ولكن أكثر حسما فيما يتعلق بالقضية؟ سؤال مهم جدا، لأني الآن العالم العربي أمام فرصة ذهبية لاستغلال ما يموج به العالم من أزمات وعثرات كبيرة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وبدء تحول العالم من عالم القطب الواحد إلى عالم الثلاثية القطبية، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، وبالتالي لابد أن يتم استغلال الهزة السياسية التي يعاني منها العالم بشكل كبير إلى العمل على خدمة القضايا العربية، والدولة المصرية تسعى وبكل قوتها من خلال يعني طرح القضية الفلسطينية وكل القضايا العربية في كل المحافل الدولية والعمل على حلها في ظل أن الأزمة الروسية الأوكرانية من الممكن جدا أن توجد طريق للعرب لكي يتوحد والعمل على استغلال هذه الأزمة بشكل إيجابي لحل القضايا العربية. شاهدنا القمة التي أحدثت انفراجة نوعية في العلاقات العربية وهي قمة الجزائر 31 التي انعقدت في الجزائر، والتي يعني أكدت على أنه من الممكن إذابة الجليد والعمل على أن يتم تنفيذ آليات واقعية على واقع الأرض، يتم من خلال هذه الآليات توحيد المواقف العربية وإيجاد تكتل سياسي اقتصادي تجاري أمني في مواجهة هذه التحديات المتزايدة والتي لا يمكن لأي دولة عربية أن تتغلب عليها إلا من خلال التوافق، وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية من خلال أيضا ليس فقط العلاقات المصرية الأردنية ولكن العلاقات المصرية الأردنية العراقية اللي هو كما بنشير إليه وهو مشروع الشام الجديد أو المشرق الجديد الذي سيكون من البصرة في جنوب العراق مرورا بالعقبة الأردنية الى نويبع المصريه الذي سيؤدي الى يعني انسجام وتوافق سواء اقتصادي سواء سياسي وايضا دعم القضايا العربيه في كافه الاتجاهات والمجالات. هل من الممكن ان يكتمل هذا المشروع دون عوده المقعد السوري للجامعه العربيه؟ في ظني وتقديري ان عوده سوريا الى الجامعه العربيه يعني سؤال مهم جدا، لان عوده سوريا الى الجامعه العربيه واستقرارها هو الان الشغل الشاغل لكل الدول العربيه على اعتبار ان سوريا بتعاني من ازمات متعثره وكثيره في ظل تداخل الكثير من القوى الغربيه داخل سوريا على اعتبار ان سوريا بها 7 جيوش. يعني احنا بنتحدث عن الجيش الامريكي، الجيش الروسي، الجيش التركي، الايراني، سواء قوات سوريا الديمقراطيه، الجيش الحر وغيرها، وهو ما سيؤدي بشكل كبير الى ان هذا المشروع لن يكون بالقوه اللازمه الا بتواجد سوريا على اعتبار ان سوريا هي الضلع الرابع المكمل لهذا التحالف، ومن الممكن جدا ان يتم صناعة دوائر أمن قومي صغيرة تخدم الأمن القومي العربي، وبالتالي بشكل كبير انضمام سوريا لهذا التحالف لن يحدث إلا من خلال الاستقرار، وهو ما تسعى إليه القوى العربية. وكان هناك يعني جدلا كبيرا عن عودة سوريا إلى القمة العربية السابقة، ولكن دعني أؤكد لك أن في الفترة القادمة من الممكن جدا أن نشاهد انفراجة حقيقية في المواقف السورية مع الكثير من الدول العربية للعمل على إذابة الجليد وعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية مرة أخرى بإذن الله. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر دكتور حامد فارس خبير الشؤون العربية والمستشار السابق بجامعة الدول العربية.